حياكم الله. القمة العربية هي المحطة الأهم في لقاء الأشقاء، كتب لها النجاح في دورتها 32 واللي أقيمت في مدينة جدة. ملفات مهمة ومشاركة واسعة من دول تتصل مع بعضها بخط مصالح استراتيجية وتوافق عربي يوصف بالتاريخي لحل القضايا الأساسية والأزمات المستجدة في عدد من البلدان العربية، بما ينقلها إلى مساحات التكامل الاقتصادي، خاصة وأنها تأتي بعد متغيرات مهمة شهدتها المنطقة وصفرت فيها عدد من المشكلات اللي كانت حجر العثرة في الذهاب جمعا بهذا المسار. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة الحصاد هذه الليلة، فإن تحديد موعد الانتخابات التشريعية في برلمان كردستان والاتفاق على الخطوط الأولية لم يمحو الخلافات بين أقطاب السياسة والأحزاب وأحزاب الشمال. نقاط الارتكاز في العملية الانتخابية تراها كتل أنها غائبة، وما زالت الكثير من متعلقات الذهاب لهذا المسار تحتاج إلى توضيحات، وأن تجاهلها قد يؤدي لمقاطعة العملية، في حين ترى حكومة الإقليم بحزبها الحاكم أي إخلال في الاتفاق الأولي قد يطيل الأزمة، أزمة التمديد، ويؤدي إلى فراغ قانوني، خاصة وأن المجتمع الدولي قد هيئ الأرضية وبين رأيين متباعدين يقترب الموعد الزمني المحدد وتتآكل الفرص. هذه الملفات راح نناقشها مشاهدي الأحبة في حصادنا لهذه الليلة، نطرحها للتحليل والحوار مع ضيوفنا الكرام. فضل البقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين دكتور طالب محمد كريم الباحث الأكاديمي، حياك الله دكتور طالب ضيفا كريما، وكذلك ورحب بالأستاذ نبيل العلي الخبير الاقتصادي، وسينضم معي عبر سكايب السيد ياسر فراويلة الباحث الاستراتيجي من مصر، حياكم الله ضيوفا كرام. نبدأ من المتغير الأهم في هذه القمة ومع حضرتك دكتور طالب، يعني حضور سوريا بعد غياب عقد من الزمن عن مقعدها، ما هي أبرز الدلالات لهذا الحضور؟ شكرا لك سيدي الكريم، مساء الخير عليكم جميعا، تحية لضيفيك الكريمين. يعني أعتقد ربما تكون الرسالة الأولى أنه بعد عقد من الزمن وعشر سنوات أو أكثر، 2011 كانت ربما انتقالة سياسية صعبة جدا، يعني ربما أغلب هذه الأنظمة اللي شهدت طبعا احتجاجات وتظاهرات قد سقطت باستثناء النظام السوري، وهذا طبعا يعطي رسالة يفترض على الفاعل السياسي أن يحلل هذه الرسالة، بمعنى أن هناك أيضا قوى وتمتلك خيوط وتمتلك مقدرات وأوراق قوى استطاعت أن تنقذ حليفها النظام السياسي السوري، بعدما كان طبعا أن هناك مسرحية أوروبية أمريكية لإسقاط هذه الأنظمة تحت ذريعة حقوق الإنسان والديمقراطية. وبالتالي يفترض على أن الدول التي دعمت التوجه في إسقاط هذا النظام أن تعيد قراءتها من جديد وفق رؤية حقيقية واقعية براغماتية، ومن ثم تطرح مشروع سياسي جديد ذو برامج وخطوات محددة وواضحة المعالم، في سبيل أن يكون هناك مشروع سياسي تستقر المنطقة وتستقر هذه الأنظمة، وبالتالي تضع جدولة، هذه الجدولة معززة بأرقام وتوقيتات، في سبيل أن تتحول هذه التوصيات إلى واقع عملي
تشهد الشعوب العربية ويشهد المواطن العربي في سبيل أن يكون هناك تعزيز ثقة المواطن بهذه المؤسسة، مؤسسة الجامعة العربية. هنا طبعا لا أريد أن أتجاوز الحريات، مفهوم الحريات وحقوق الإنسان، باعتبار أنه سوريا شهدت طبعا معارضة سياسية، لكن يفترض أن تكون ضمن المناخ السلم الأمني والأمن الاجتماعي، يعني سلم أهلي يفترض أن يكون، لكن تعرضت طبعا بعد أن ضعف النظام أصبح سوريا ممر ربما ومولد لتنظيمات إرهابية، ومن ثم أصبحت ربما أيضا موطن لكبار المافيات الدولية والمخابرات العالمية، والقصة معروفة وواضحة. وبالتالي ما يميز اليوم الميزة الأولى أنكم طوال ربما 12 عام صرفتم عشرات إن لم أقل مئات مليارات الدولارات، حطمتم مدن بأكملها بنيت بمئات السنين، اهتز السلم الاجتماعي، البنية الاجتماعية، النظام الاجتماعي، تشريد أكثر من 4 إلى 5 مليون نازح داخل سوريا، لا سيما الذين طبعا هاجروا إلى أوروبا، واليوم تركيا والعراق ولبنان تمتلك مخيمات كبيرة وواسعة يلتجئ إليها هذا المواطن. بالتالي إذن هل أن هذه الحادثة الكبيرة أو هذا الحدث الكبير سيشكل عبرة سياسية يمكن أن تستفيد منها دول المنطقة بعدما شهدت أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تطرح مشاريع، لكن هذه المشاريع عنوانها لا يتطابق مع المضمون؟ طيب نعم، عفوا دكتور طالب، خلينا نذهب لدكتور ياسر فراويلة، يعني وأسئلة عن القمم. حياك الله دكتور ياسر، بين ما يجهز دكتور ياسر فراويلة عبر سكايب. أستاذ نبيل العلي، الخطوات الرئيسية في مجال الاقتصاد والاستثمار اللي من الممكن أن تتكامل الدول العربية فيما بينها وتترابط وتوصلنا إلى هذه الخطوات. نعم، بالبداية تحية لكم ولمشاهديكم وأيضا لضيوفك الكرام. طبعا لم تركز القمة بشكل رئيسي على القضايا الاقتصادية أو على قضايا الاقتصاد مثل ما شهدته على الأقل الاجتماعات العربية السابقة أو القمم العربية السابقة. كان بعضها يركز مثلا على قضية الطاقة أو قضية الاقتصاد والتبادل الاقتصادي. ركزت هذه القمة تحديدا على قضية الإجراء المصالحات السياسية، وعلى الأقل ممكن نسمي إعلان جدة هو إعلان إخماد الفتنة العربية، يعني ممكن إذا صح التعبير أنه هذه إنهاء القضية السورية، وهي قضية مصالحة قبل أن تكون قضية مصارحة بين الدول العربية والحكومات العربية. هذا اللي حدث. لكن العراق وعلى رأس الوفد العراقي السيد السوداني قدم مبادرة اقتصادية. هذه المبادرة مبادرة تطالب بها الدول أو تدعو الدول العربية لإجراء تكتل اقتصادي على غرار ما حدث أو على غرار بعض التكتلات حول العالم، ومنها منطقة اليورو اللي بها اتحدت الدول ورفعت الجمرك ورفعت قيود السفر وقيود التجارة، وأنشأت نوع من أنواع التكتل، وحتى مصرف خاص للأوروبي وبنك أوروبي وغيرها، وعملة وصلت إلى حد تشكيل عملة موحدة وغيرها. فالسوداني السيد السوداني دعا إلى إنشاء مثل هذا التكتل، وأنا أعتقد أنها كانت فرصة للسيد السوداني حسب المعلومات المتوفرة لتقديم شبه دعوات خاصة لزعماء الدول العربية لإقامة أو احتضان بغداد لمؤتمر قمة قادم وقريب إقليمي وقريب، من خلاله راح يعرض السيد السوداني مشروع طريق التنمية اللي يحاول من خلاله إنجاح هذا المشروع لإشراك الدول الإقليمية ومنها الدول العربية، دول الخليج ومصر والأردن أيضا وممكن سوريا مع دول أخرى إقليمية في المنطقة شرق أوسطية مثل إيران وتركيا، وحتى ممكن دول أكثر بعدا من العراق يعني كأذربيجان أو دول أبعد ممكن هي تنتقل من عندها خارطة الطريق الناقل البري والبحري وأيضا خطوط السكك والأنابيب والغاز. هذا أنا أعتقد استثمر السيد السوداني هذه القمة لطرح
مشروع قد يرى مناقشات في السنوات القادمة أو في الأشهر القادمة على المستوى العربي، وممكن أن يطرح أو ويعني بعث دعوات إلى زعماء الدول العربية، خصوصا المنطقة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ويعني المناطق القريبة أو الدول المجاورة للعراق، إلى إقامة قمة في بغداد تحتضنها بغداد ممكن في نهاية هذا الشهر أو ممكن في موعد آخر تحدده بغداد حسب يعني المتطلبات والظروف العامة. نعم. السيد السوداني دكتور طالب دعا لعقد القمة العربية لعام 2025 في بغداد، ولهذه الدعوة كما يشير السيد نبيل العلي أيضا بعض المسارات الاقتصادية في ظل هذه التطورات، استقرار سياسي، مشاريع تنموية واقتصادية، موازنة لثلاث سنوات، وفي حكومة السوداني لما يكون هنالك عقد لهذه القمة العربية وفق هكذا مقدمات لقمة عربية توصف أنها بالناضجة، إلى ماذا نريد أن نصل؟ يعني اليوم العراق يتطلع طبعا إلى ملف الاقتصاد بعنوان الكامل، يعني سواء كان موارد الطبيعية استثمارها وربما استثمار مناطق معينة أو تبادل اقتصادي أو فتح ممرات برية وهكذا، وبالتالي ماذا يدل ذلك؟ يدل على أنه الملفات التي كانت تمثل مشكلات تعيق طبعا عمل الدولة والحكومات المتعاقبة في إنتاج مشروع اقتصادي شامل، هذا طبعا يتماهى ربما مع مشروعات اقتصادية لدول المنطقة، كان دائما ما يواجه ربما بأزمات داخلية، وبالتالي ربما تؤجل هذه المشاريع أو ربما يخيف الآخر باعتبار أنه دائما قضية الاستثمار أو قضية العلاقات الاقتصادية تحتاج إلى استقرار سياسي، إلى استقرار أمني، وبالتالي اليوم طبعا تجاوزنا 6 شهور والحالة طبعا العراقية حالة جيدة. اليوم طبعا هناك مؤشرات تشير إلى النوايا الصادقة والحقيقية للدولة العراقية في سبيل أنه تقدم إنجاز للمواطن العراقي بشكل خاص من خلال طبعا تقديم صروح اقتصادية، ملفات مستقبلية تستطيع ربما هذه الملفات أنه تنتج تنوعات اقتصادية لا يعتمد فقط الاقتصاد العراقي فقط على النفط أو على الغاز مستقبلا، وإنما يمكن أن يكون هناك تنوع ونوافذ جديدة، هذه طبعا توسع دائرة القرار الاقتصادي وبالتالي تنعكس إيجابا على الأداء الاجتماعي، على الأداء السياسي، بالتالي هناك طمأنة. يمكن أيضا من خلال مشاريع الاستثمار أن يكون هناك طبعا إنتاج بدائل للدرجات الوظيفية الحكومية، وبالتالي نعتقد فعلا أنه اليوم الدراسات أصبحت ضرورة لازمة أن تفعل وتحول طبعا إلى أرقام عملية واقعية، لأن باعتبار أنه ربما أعتقد أنه اليوم الحكومة استطاعت أنه توفر ما يقارب ربما 1,000,000 درجة وظيفية، فضلا عن أنه هناك أيضا رواتب إعانات ورعاية اجتماعية، كلها طبعا شكلت ثقل على الميزانية، لكننا نريد أن نتجاوز خطوة إلى الأمام. نعم أعتقد أنه يفترض أن تكون هناك أوراق بدائل، أوراق احتياط، أوراق يدعم الاقتصاد العراقي، وهذا ما تعمل عليه الحكومة، لكن لوحدها لا تستطيع إذا لم يكن هناك تعاون مع دول المنطقة. يعني العراق محظوظ أن أولا العراق هو بحد ذاته يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة، وبالتالي حتى دول المنطقة ودول جوارها هي دول قوية اقتصادية، وبالتالي إذا ما كانت هناك مناخة سياسية مستقلة إلى درجة ما تستطيع دول المنطقة أن تنتج رؤية اقتصادية تفعل هذه الرؤية الاقتصادية وبالتالي تنعكس على كل دول المنطقة بشكل إيجابي. لما القمم السابقة، وهنا أرحب مجددا بالدكتور ياسر فراويل الباحث الاستراتيجي ينضم معي عبر سكايب من مصر، حياك الله دكتور ياسر. لما تكون القمم السابقة هنا نتحدث عن الجامعة العربية لما كانت كل دولة لها متبنياتها اللي تتقاطع جملة وتفصيلا مع قضايا بلد آخر، لكن لاحظنا في هذه القمة أن هنالك توحد في جميع المواقف. هذه القمة في أي خانة نضعها؟
استاذ ياسر ما يوصلنا صوت حضرتك بصوره صحيحه. نعطي كتم حضرتك اذا ممكن تفصل الهيدفون نسمعك من السماعه مباشره. نحاول مره اخرى مع السيد ياسر فراويله. هنا استاذ نبيل يعني نتحدث عن قضايا كلما اتى من السعوديه اليوم لا يحمل اخبارا ساره لاسرائيل، يعني هكذا وصف المشهد الكيان الصهيوني لما يشاهد القمه العربيه والقرب السوري من الجامعه العربيه وهذا الحضن العربي. فبالتالي نتحدث عن متغيرات، لطالما تحدثنا عن مشاريع استثماريه دول عربيه تكون هي واجهه لاستفاده الكيان من جوانب اقتصاديه، ولكن اليوم يبدو ان المشهد قد تغير. نعم طبعا، يعني وجود الكيان او نفوذ الكيان الصهيوني او اسرائيل في المنطقه العربيه ممكن تغير خلال الفتره القليله الماضيه، يعني السنتين او الثلاث سنوات الماضيه تغير كثيرا، يعني من قطار التطبيع ثم انتقاله الى علاقات سعوديه ايرانيه، الى عوده سوريا للاجتماع مع الدول العربيه وانهاء حاله الصراع، وحتى ممكن نصل الى دعم سوريا ودعم استثمارات داخل سوريا واعاده الاعمار، ممكن نصل الى يعني خلال الفتره القريبه القادمه اعاده اعمار سوريا والمدن السوريه. هذه الانتقاله يعني انتقاله ممكن كبيره في عالم السياسه وفي الاحداث الجيوسياسيه في المنطقه وفي العالم، اربكت المشهد يعني العالمي، كانت مساهمه في ارباك المشهد على غرار او يعني ما حدث في الجزء الاوروبي من الازمه الروسيه الاوكرانيه، غير من مشهد من الاحداث كثيرا حول العالم، وايضا اثر حتى ممكن او حفز على تغيير بعض العلاقات الدوليه في المنطقه، في منطقه الشرق الاوسط، ومنها هذا التغير الذي حدث، وممكن احداث اخرى تقع في مناطق اخرى حول العالم في امريكا اللاتينيه ممكن، او حتى في الدول الاسيويه، ومنها حتى العلاقات على او اجتماعات مثل منظمه بريكس اللي هي تشمل خمسه من كبار الدول المنتجه والمصنعه، ومنها روسيا والصين والبرازيل والهند ايضا وجنوب افريقيا. هذه التغيرات يعني ممكن ان في نهايه المطاف الى ممكن نهايه السنه هذه، نهايه هذه السنه او ممكن ربما للسنه القادمه، قد تنبئ لنا عن وجود تغير كبير في طبيعه العلاقات الدوليه وفي حتى القوانين الدوليه، او حتى او على الاكثر في على صعيد التنظيم الاقتصادي العالمي. يعني هذا هو ممكن احنا نتنبأ به من خلال حجم التغيرات اللي تحدث، انه الصراعات ساخنه لكن بعدها ممكن هي ما ظاهر سخونتها على يعني على واقع الحال، معظمها تتعلق بقضايا التنافس الاقتصادي من وجهة نظرنا، معظمها تتعلق بالتنافس الاقتصادي ورفض استمرار هيمنة الاقتصاد الامريكي، رفض استمرار هيمنة الدولار. بنفس الوقت حتى الولايات المتحدة متضررة جزئيا من عملية استمرار الدولار، فبالتالي نعتقد انه ممكن راح نشهد خلال نهاية العام وربما من خلال اجتماع جي 20 اللي ممكن يصير في الهند نهاية السنة، اللي يحضر كقمة دولية يجتمع بها 20 رؤساء 20 دولة ومنظمات دولية، وايضا دول ممكن تشارك اخرى تشارك كضيوف، ممكن تشهد حاله يعني او اجتماع مثل ما نقول استثنائي على غرار ما حدث في بريتن وودز سنه 1944 قبيل انتهاء الحرب العالميه اللي اسست هذه البلدان بوقتها. في ذلك الاجتماع حضرت به 40 دوله اسست او 44 دوله اسست الى نظام اقتصادي ومالي جديد ساهم في انهاء الحرب العالميه طبعا بشكل او باخر، او على الاقل رسم نوع من انواع التوازن السياسي والمالي والاقتصادي لدول العالم لفتره ممكن تزيد عن 75 سنه، هذه الفتره الممتده من سنه 1944 لغايه اليوم. نعتقد اليوم
جزء من الصراعات، جزء كبير من الصراعات مرتبط بالاقتصاد وبالمصالح الاقتصادية، ويعني الناس أو الدول تنظر إلى أنها مغبونة اقتصاديا، حتى من ضمنها الولايات المتحدة تنظر إلى هذا الموضوع بهذا الشكل. ممكن هناك نوع من أنواع التغيرات التي تحاول من خلالها الدول إلى وضع صيغة عادلة، هذه الصيغة العادلة قد تنعكس على يعني بمتغيرات كثيرة حول العالم. نعم، الأزمة في ليبيا واليمن والسودان وقبلهم فلسطين دكتور طالب، يعني لما يكون هنالك تكتل عربي جديد اللي يبدأ ينشأ من جديد، برأيك هل راح يكون مساهم في حل هذه التعقيدات؟ هذا الرص العربي للصف هل راح يحد من تدخلات أمريكا والغرب في المنطقة، يشكل اتجاه مغاير في هذه المرحلة؟ يعني فارقة مهمة، هي حتى لو كان نتكلم عن مشروع غربي، الأدوات الرئيسة اللي كانت داعمة هي طبعا أيادي أو أدوات عربية، بالتالي أعتقد أنه حينما أصيبوا بالضرر الكبير وشعروا بأنه حتى الأمن القومي بات في خطر، وحتى عندما أيضا حاولوا أن يستبدلوا الفلسفة السياسية أو الفلسفة العسكرية لدولهم ما أعطتهم أي نتائج، يعني أنا أقصد حينما حاولوا أن يتقدموا خطوة، والبعض منهم تقدم نحو التطبيع الخليجي الإسرائيلي، لكن بالنتيجة ما الذي طبعا عدا على ما هو الذي الجديد الذي ظهر على الشاشة؟ يعني حينما كانوا يقولون ربما بعناوين كبيرة، لكنه سرعان ما وجدوا أنه هم في أساسا دخلوا في مشكلة مركبة، مشكلة من جانب هذه الدول هي تعاني مشاكل ومشاكلهم، بالتالي قد تضاعفت أنه بالأساس ما هذه التدخلات اللي كانت موجودة في سوريا واليمن وفي ليبيا، ما هي كلها أساسا دول عربية شاركت بأدوات مختلفة وصور متنوعة، بالتالي سنوات طويلة تكلمت عنها في البداية أنه ما جدوى هذه السنوات وإلى أي نقطة يريدون الوصول إليها. كل هذه النقاط طبعا ما عادت أنه تنفع ولا تفيد، ربما هو كان صراع نفوذ، لكن حينما شعروا أنه هناك موازين قوى موجودة وهذه الموازين هي مفروضة في المعادلة، وإن لم تعلن هذه الدول عنها بشكل مباشر، أعتقد قد ربما هذه الصورة قد تجلت وتوضحت مع الحرب الروسية ناتو زائد أمريكا، باعتبار اليوم الحرب الروسية مو فقط روسيا وأوكرانيا، وإنما أوروبا ناتو زائد أمريكا في قبال حرب روسيا. إذن بمعنى أن هذه الحرب هي لا زالت لحد الآن حرب استنزاف لن تنتهي، ولم نعرف حتى ما هي المستقبلات. طبعا بالمناسبة دعني أشير إلى نقطة أخرى، حاولت في بداية أن أشير ميزتين، الميزة الثانية هي عندما يأتي السيد زلنسكي يأتي إلى كضيف شرف، هو جاء لي أولا للضغط، ربما استخدام بعض أدوات الضغط على الدول العربية ولا سيما منها الدول التي تمتلك اقتصادات قوية ومتنوعة في سبيل دعم أوكرانيا من جانب، ومن ثم ربما هناك مشروع، هذا المشروع طبعا اللي تعمل عليه الفاتيكان وتعمل عليه دول معينة، بالتالي ربما قد يراد أنه يدخل بها حتى دول العربية، مشروع سلام يعني وفق معادلات جديدة وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. إذن بمعنى أنه الصورة لأي إنسان بسيط جدا عندما يتابع المشهد يجد أن النتائج هي بغض النظر عن ما هو يعني المعادلة خسران خسران وليس رابح رابح أو حتى رابح لوحده، بالتالي خسائر كبيرة في علاقات مشتركة، في جغرافيا مشتركة، في ربما عناصر سواء كانت ربما تمثل اقتصادات معينة، تمثل أيديولوجيات معينة، كلها تقهقرت وعادت إلى الوراء. إذن يفترض حينما يكون الكلام عن أنه صناعة مستقبل أفضل من الحاضر، كيف ما يبنى هذا المستقبل وما هي صورة هذا المستقبل؟ إذن صورة المستقبل لا يمكن أنه تنفرض من يعني نظرة أحادية الجانب، باعتبار أنه شئنا أدنى هذه حتميات جغرافية سياسية بيئية، الكل يشاركون في كل ما يدور في هذه المنطقة، بالتالي لابد أن تكون هناك علاقات متوازنة تحفظ سيادات الدول،
تحفظ مفهوم الأمن القومي، عدم التدخل في شؤون الآخر، وبالتالي يفترض أنه العودة إلى الوراء هو أيضا تقدم إلى الأوام، بمعنى الاستفادة من عبر التاريخ، وبالتالي إنتاج مشروع. هذا المشروع يضم برنامج سياسي، برنامج اقتصادي في نقاط معينة مثل ما أسلفت عنه سابقا، في سبيل أن يكون هناك الشروع بالعمل والإعمار في سوريا والإعمار حتى في اليمن وماذا تحتاج ليبيا، وبالتالي هذه الدول هي ماذا تحتاج فيما بينها. وبالتالي أعتقد إذا ما استطاعت أن تتجاوز هذه المشكلة، وطبعا بالمناسبة أنا لست هنا مثاليا، يعني لا أدعي أنه بزر معين أو ربما بجرة قلم ستنتهي كل هذه التداعيات، لا، نعم نحتاج إلى الوقت، لكنه عندما تخوف في وقت أو زمن سلام، زمن بناء برامج تنتفع من الدول، أفضل مما أن يكون زمن حروب وزمن قتال وزمن تدمير. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور طالب محمد كريم، الباحث والأكاديمي، على هذه الإطراءات المعرفية، وشكر كثير لحضرتك أستاذ نبيل العلي الخبير الاقتصادي أثرية الحوار. وأعتذر للدكتور أسر فراويلة انضم معنا من مصر الباحث الاستراتيجي، لم يكن السكايب واصل بطريقة صحيحة. نتواصل معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. مجددا حياكم الله بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الاستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا كريما في الاستوديو، وكذلك ارحب بالاستاذ برهان رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني انضم معي عبر سكايب من السليمانيه. استاذ مهدي، ابدا مع حضرتك، لما تحدث عن حكومه الاقليم اللي ذهبت لتحديد موعد انتخابات في 18 تشرين الثاني المقبل، رغم ان الاعتراضات ما تزال تشكل حيز كبير في الذهاب نحو هذا المسار، لكن الاتفاق بين الأحزاب السياسية كان أولي فقط أربيل، خطتها مرسومة رئاسيا. نتساءل هنا عن تحديد هذه المسارات، يعني وإن كانت هي استحقاقات انتخابية، ولكن لماذا هذا التحديد؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك ولقناتك ومشاهديك الكرام المحترمين وأخي العزيز الضيف الكريم المحترم، حياكم الله. حضرتك تعرف أنه هناك استحقاقات يجب أن تتم في مواعيده، وهذا ما تم الاتفاق عليه قبل شهر رمضان حقيقة، حتى كان هناك اتفاق على موعد الانتخابات وبقية المتعلقات بخاصة اللي تخص الانتخابات، إن كانت المفوضية، إن كانت سجل الناخبين، كثير من الأمور. ولكن خلال الأيام القادمة، يعني الاعتراضات اللي ظهرت واللي خرجت من بعض الأخوة وخاصة من الأخوة في الاتحاد الوطني وبعض الأحزاب على آليات العمل، تم وبالحمد لله نقول أنه تم هناك مبادرة من السيد الزعيم مسعود البرزاني على توحيد الرأى والتقارب بين الأحزاب وخاصة بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. تم هناك اجتماع أولي بين السيد قوبات والسيد مسرور بارزاني، وهناك اليوم كان هناك زيارة السيد فاضل ميراني للأحزاب البقية، ومنها المكتبين السياسيين، كان هناك اجتماعين على أثر هذا التقارب الكبير وإنهاء جميع الخلافات ومن ضمنها مشاكل الانتخابات. لهذا السبب أعتقد هناك تقارب في وجهة النظر على أن يكون في موعد الانتخابات مع مراعاة سجل الناخبين، إضافة إلى مفوضية وقانون الانتخابات. أعتقد هناك شبه اتفاق على أن يكون هناك 4 دوائر باعتبار 4 محافظات موجودة الآن في إقليم كردستان، وخلال الأيام القادمة أيضا هناك حوارات جدية وكبيرة بين الحزبين الكبيرين من أجل حل الخلافات. دهوك وأربيل وسليمانية. نعم، دهوك وأربيل وسليمانية المحافظة الرابعة حلبشة.
صارت محافظة يعني للتقسيم الإداري. أصبحت محافظة يعني حتى بالمركز يعني تم الموافقة عليها أن تكون محافظة رابعة. لهذا السبب أعتقد تم سيكون هناك حوارات جدية وفعلية من أجل إنهاء كافة الخلافات المتبقية أيضا. سيد برهان رؤوف جدة الحابب بحضرتك، نحشي عن أن هنالك متعلقات مهمة في انتخابات الإقليم، منها إعادة تفعيل مجلس المفوضية، أيضا تجديد الاعتماد على الدوائر الانتخابية، حتمية التخصيصات المالية. هل هذه المتطلبات جاهزة وحاضرة أم أن التحديد كان مفرغ من محتواه وهو تحديد أولي؟ تحية لكم وللمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. حياكم الله. حقيقة انتخابات في إقليم كردستان موعدها محدد من قبل السيد رئيس إقليم كردستان في شهر تشرين الثاني القادم، وهناك يعني خلاف كبير في فترة السابقة كما معلوم للجميع على قانون الانتخابات والمفوضية وسجل الناخبين، وهاي الإشكاليات موجودة بين الرئيسيين في إقليم كردستان. وخلال الفترات الماضية برزت خلافات أخرى بين الرئيسيين الشريكين في إدارة إقليم كردستان، ولكن في فترة أخيرة رغم كثير الخيرين من الداخل ومن الخارج وصلت الحزبان إلى تفاهم في عقد اللقاء بين السيد رئيس حكومة إقليم كردستان ونائب الرئيس حكومة إقليم كردستان أستاذ قباط طالباني، وتم تقارب الوجهات النظر وعقد لقاءات بين المكتبين السياسيين للحزبين وبين المكتبين الانتخابيين للحزبين، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على خاطر مهمة من حيث توزيع كردستان. كما معلوم دائرة انتخابية واحدة، تم الاتفاق على أن يوزع على أربع دوائر انتخابية وتفعيل المفوضية المشرفة على الانتخابات والاعتماد على سجل الناخبين الموجود لدى المفوضية العليا للانتخابات في بغداد، وبقي نقطة خلافية واحدة، مسألة المكونات الإثنية والقومية والدينية في إقليم كردستان، وهذا نقطة خلافية بسيطة. واليوم هناك اجتماع أيضا بين في مقر برلمان كردستان بالأخذ السيدة رئيسة برلمان كردستان دكتور الرواز ونائبه، ومع الرؤساء الكتلتي النيابيتين في برلمان كردستان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وبحضور مسؤولي مكتبي الانتخابات في الحزبين. وهناك محاولات حثيثة لإيجاد حلول لبقية الخلافات حيث نتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والحكومة الإقليم كردستان كفيلة بتوفير جميع المستلزمات المالية والفنية والتقنية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. طيب الأستاذ مهدي، الاتحاد الديمقراطي يتحدث أيضا عن أحزاب تركمانية ومسيحية أنشأها الحزب الديمقراطي. إذا ما تحدثنا عن الانتخابات، يعني أين ستكون هذه الأحزاب سواء التركمانية أو الأحزاب المسيحية اللي تتوزع خارطة الانتخابية على هذه المكونات؟ أستاذ الفاضل، تجنبك أعرف في أي انتخابات وفي أي بيئة وفي أي بلد هناك نقول عليها مكونات، يتكون من هذه المكونات إن كانت مختلفة إن كانت متشابهة إن كانت واحدة. لهذا السبب في إقليم كردستان حال بقية الأماكن الموجودة والدول والأقاليم وإلى آخره، لدينا تركمان، لدينا شبك، لدينا مسيح في كل منطقة، في السليمانية موجودة، في دهوك موجودة، في أربيل موجود، يعني هالأربع محافظات حتى في حلبشة هاي المكونات متوزعة على كافة المحافظات في إقليم كردستان. لهذا السبب يعني من تنشئ، مو أني أنشئ، هم من نشأتهم مسيح كرد في أربيل منضم إلى حزب الديمقراطي الكردستاني مثلا، أكو كردي أكو مسيحي منضم إلى الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الإسلامي الديمقراطي إلى بقية الأحزاب الموجودة، إن كان تغيير إن كان جيل جديد، كل هاي المكونات متوزعة على هالأربع محافظات. هذا واحد. اثنين، هناك كان يعني حقيقة كانت إشكالية على نظام الكوتا وتوزيعها
على هذه المحافظات المتواجدة في إقليم كردستان، وهناك أيضا حوارات على هذا الموضوع. وأعتقد جميع الخلافات اللي موجودة بين الحزبين خاصة والأحزاب الأخرى، هناك توجيه من القيادة الكردية زعيم مسعود البرزاني والأخ بافل المحترم على إنهاء هذه الإشكالات، لأنه لا يصب في مصلحة إقليم كردستان باعتبار هناك مصلحة عامة كبرى لإقليم كردستان هي توحيد الرأى، مصالح الشعب الكردستاني، إضافة إلى توحيد الرأى بالحوارات مع المركز حكومة السيد محمد الشيعة السوداني من أجل إنهاء كافة الإشكالات أيضا اللي موجودة كانت موجودة في بين الإقليم والمركز. لهذا السبب أعتقد حتى هذه الإشكالية وضع لها حلول وآليات عمل إن شاء الله خلال الأيام القادمة، الوصول إلى انتخابات نزيهة راضية لكل الأطراف، راضية لكل الأحزاب، وتكون هي حقيقة انطلاقة جديدة لإقليم كردستان من خلال معرفة كل حزب قيمته وقوته وعدد ما يملكه من 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 مقاعد داخل البرلمان الجديد، وهو هذا اللي سيكون خارطة طريق جديدة لإقليم كردستان والعمل على تطويره والعمل بعملية سياسية إلى الأمام. طيب نتحدث هنالك يعني رغم أن الاتفاق الأولي كان يقضي باعتماد بيانات مفوضية انتخابات بغداد أستاذ برهان، إلا أن الاتحاد الوطني يشكك في هذه البيانات ويتحدث عن أن هنالك 500,000 صوت غير حقيقي في سجل الناخبين من بينها حتى كان تصويت الموتى. شلون راح تعالج هذه القضايا في الانتخابات المقبلة؟ حقيقة وجود الخلاف على سجل الناخبين كان احدى النقاط الخلافية بين الحزبين وجميع الاحزاب الاخرى، وكما معلوم الجميع لم يجد في العراق اكثر من 30 سنة اي تعداد سكاني، وكان الاعتماد على السجلات البطاقة الموجودة معلومات أخرى في كثير أمور ليست في الانتخابات، حتى في مشاريع خدمية وتطبيق، هذا أمر ضروري للعراق، ومن المؤمل أن يجري الإعداد العام السكاني خلال هذه السنة. مع الأسف الشديد كما سمعت اليوم في الإخبار أن ليس بإمكان إجراء الإعداد السكاني أيضا خلال هذه السنة، وبوجود هذه المشكلات على سجل لا يوجد سجل بايومتري الكتروني السجل الموجود لدى المفوضية العليا في بغداد هو سجل بايومتري والكتروني باعتماد عليه في هذه المرة، وتم الاتفاق مع الاخوه الديمقراطي الكردستاني لهذه المرة ان يكون اعتماد على سجل الناخبين في بغداد لاجراء هذه الانتخابات لحين اجراء التعداد السكاني في العراق واقليم كردستان. طيب أستاذ مهدي، ما نتحدث عن المضي بهذا المسار مع وجود إشكالات ونقاط لم تحسم تلوح بعضها القوى بالمقاطعة للعملية الانتخابية، أنا أسأل حضرتك يعني هل أن هذا ما يعني الدخول في شرعية التدخل أو التشكيك في شرعية برلمان إقليم كردستان، ندخل في الفراغ القانوني لربما؟ أعتقد الفترة المتبقية للانتخابات يعني ليس بالبعيدة أولا، ثانيا لا تجد عملية سياسية متفق عليها في كل الأحزاب، بين كل الأحزاب تجد من يعارض تجد من يكون موالي هذه العملية. إذن حتى في إقليم كردستان ذكرت جنابك أنه أحزاب معارضة أو ما تشارك بالانتخابات، فهي هاي قرارات هي تتحمل مسؤوليتها، ولكن الآن في على ضوء المعطيات الموجودة الآن والإشكالات اللي كانت موجودة السابقة، خلي يعني على قولتنا نقول أنت تنذب وراء الظهر وتمشي إلى الأمام، يعني تسير إلى الأمام إلى العملية السياسية باعتبار هناك انتخابات جديدة، قانون جديد، مفوضية جديدة، سجل ناخبين يتم الاتفاق عليه مع المركز، كل هاي الأمور تختلف عن ما كانت عليه سابقا. لهذا السبب حتى اللي كان عنده إشكالات على نزاهة الانتخابات مثلا أو على وجود فضائيين على أعداد الناخبين، كل هاي الإشكالات بعد ما أعتقد سيكون لها واقع في واقع الحال وجود. لهذا السبب في هذه المرحلة تختلف باعتبار هناك نية جدية أولا ونية صافية لدى الحزبين الكبيرين على أن يكون هناك عملية سياسية تشوبها
يعني ما نقول خالية من الإشكالات، ولكن إلى حد بعيد تكون نزيهة وشفافة وتخدم شعب إقليم كردستان والعراق بشكل عام. طيب أستاذ برهان، كذلك نتحدث عن الاتفاق الأولي اللي كان يقضي باعتماد مفوضية انتخابات بغداد. هنا نتحدث أيضا عن قضية أخرى، وهي بأن الاتحاد الديمقراطي أو المكونات لا تزال يعني شلون نقطة خلاف رئيسية بين الحزبين الرئيسيين، هكذا أريد صيغ السؤال. الاتحاد الوطني يطالب بأربعة والديمقراطي يطالب باثنين، ويتم يتهم الأول أطراف الحصول على حصة المكون. حقيقة مكونات في إقليم كردستان كان في البداية هو اقتراح الزعيم الراحل إمام جلال في حينه بمشاركة جميع المكونات في إقليم كردستان من التركمان والمسيحيين بفرعه الآشوريين والكلدانيين وحتى إيزيديين والكاكائيين وشبك لهم تمثيلهم القانوني في إقليم كردستان. وخلال الفترات السابقة هناك اقتصرت تمثيل المكونات في برلمان إقليم كردستان على محافظتي أربيل ودهوك، وهناك في محافظة السليمانية وقضاء كويسنجق ومناطق كفري وكثير وفي السليمانية هناك مكونات من المسيحيين والكاكائيين بحاجة على أن يكون لديهم ممثلين يمثلهم في برلمان إقليم كردستان وبنظام الكوتا. نحن إصرارنا من هذا على أن يكون الكوتا يمثل الجميع المحافظات في إقليم كردستان وبجميع المكونات من التركمان والمسيحيين في محافظات الأخرى ليكون شامل ليس مقتصر على منطقة واحدة. تحتاج هذه الانتخابات أستاذ مهدي إلى بلورة أكثر، لربما لما نتحدث عن المقاطعة الانتخابية، خصوصا وأن نقاط الإشكال اللي يطرحها الاتحاد الوطني حول انتخابات إقليم كردستان إلى حد ما وصف خبراء بأنها واقعية من وجهة نظرهم. أستاذ الفاضل، لهذا السبب هذه الحوارات تجري الآن، وكانت هناك مبادرة للزعيم مسعود البرزاني وقبلها كان السيد بافل المحترم من أجل حل هذه الإشكالات قبل الإجراء الانتخابات، حتى اولا لا تكون حجه لدى اي حزب إن كان مشارك في الانتخابات وفي العمليه السياسيه مستقبلا على نزاهه او عدم مشاركه بالعمليه السياسيه وبالانتخابات. لهذا تجد هذه الحوارات جاده الان وسريعه وقويه بين جميع الاطراف من اجل اولا ان تكون مثل ما ذكرت جنابك مشارك بها الجميع، وأن تكون شفافة ونزيهة ولا تشوبها المشاكل اللي تعرضت لها الانتخابات السابقة مثل ما كانت موجودة. لهذا تجد هذه الحوار، واليوم حقيقة كان هناك زيارات للسيد فاضل ميراني المحترم إلى حزب الاتحاد الإسلامي، بقية الأحزاب، وهناك المكتبين السياسيين على اجتماعات مستمرة من أجل حال الإشكالات الأخيرة اللي ذكرها الأستاذ برهان المحترم، إن كانت خاصة بالكوتا، نظام الكوتا وتمثيل المكونات البقية، اليزيديين، المسيح، الشبك، الصابئة، كل هذه المكونات لها حق في مشاركة في الانتخابات، وأعتقد هناك رؤى مشتركة من أجل إشراك بقية المكونات في هذه الانتخابات لتكون شاملة وجامعة جميع أفراد إقليم كردستان. طيب أستاذ برهان، يعني هل هنالك إمكانية للحديث عن تأجيل موعد الانتخابات أم أن هذا الموعد وإن كانت الاتفاقات أولية سيكون قطعي ومحدد كي لا نذهب إلى الفراغ؟ حقيقة ليس عقبات كبيرة أمام إجراء الانتخابات سوى هذه النقطة الخلافية بخصوص المكونات والكوتا في قانون الانتخابات. بمجرد اتفاق على هذه النقطة والاجتماع المكتبين السياسيين للحزبين لمصادقة هذه الاتفاقات الأولية بين اللجان المختصة بحلها، ويكون حالتها إلى برلمان إقليم كردستان لتعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات في موعد محدد. ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني مع إجراء الانتخابات بحينها وتضليل جميع العقبات، ونعتبر هذا حق شرعي ودستوري وقانوني، لأن البرلمان الوطني يصوت
لممثلي لنوابي اي قناه في العالم لفتره محدده اللي هو 4 سنوات، ليس بامكان تمديد هذا، ونحن مع اجرائها في حينها وتطوير العقبات نحاول كل جهودنا لازاله هذه العقبات واجراء الانتخابات، ونرجع الى شعب كردستان مره اخرى لننتخب من يمثله في المرحله القادمه. نعم، انا اشكرك شكرا جزيلا السيد برهان رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثنا عبر سكايب من السليمانيه، والشكر الكثير لحضرتك استاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا كريما في الاستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.